أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اندلعت اشتباكات المصالح الثلاثاء بين مقاتلي مجلس الشورى ثوار بنغازي وميليشيات الكرامة بمنطقة سيخ ريبيش شمال المدينة. هذا وقد أكد المتحدث باسم ميليشيات الصاعقة ميلود الزوي مقتل أحد عناصر ميليشيات الكرامة وإصابة ثلاثة آخرين. أشار إلى أن ميليشيات الكرامة شنت الأيام الماضية غارة جوية على منطقة الفندق البلدي وخريبيش. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج عن تشاور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشين مع السراج بشأن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا. وقال مونتشين الاثنين خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة المقترحة في واشنطن إنه لابد من إجراء إصلاحات تعيد الثقة في النظام المصرفي والمالي حتى تتوفر احتياجات المواطنين، وذلك بحسب المكتب الإعلامي للمجلس. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين قرارا يقضي بتنفيذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع دخول الليبيين ومواطني خمس دول ذات أغلبية مسلمة إلى أراضي الولايات المتحدة. وبموجب قرار المحكمة يعتبر حظر السفر إلى الدول الست نافذا بالكامل ونهائيا رغم الطعون القضائية المقدمة ضده في محاكم أقل درجة. ويأتي قرار المحكمة العليا بعدما طلبت إدارة ترامب رفع قرارين قضائيين فرضتهما محكمتان أقل درجة وعرقلا جزئيا حظر السفر إلى الدول موضوع القرار. أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي عودة تدفق المياه إلى العاصمة طرابلس الثلاثاء بعد أن تم إصلاح الدوائر الكهربائية بمنظومة الحساء ونسال جفرة. أكد الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدأ فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساء بجهاز النهر الصناعي في تشغيل الأبار بالمنظومة بعد أن انتهت فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للكهرباء من أعمالها. هذا وكان جهاز النهر قد أعلن الأحد الماضي توقف ضخ المياه إلى طرابلس وضواحيها بسبب انقطاع الكهرباء عن أبار المياه بمنظومة النهر. هذا الموجز قد انتهى. مشاهدينا قدمنا لكم من قناة التناصح، دمتم في أمان الله.